السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد سعدت بالمقابلة التي أجريتها مع الباحث والمفكر الكاتب مدير مدرسة ثانوية جبجنين السابق الأستاذ أحمد الدسوقي، شاكرا له هذه الفرصة الطيبة وهذا الترحاب وهذا الاستقبال في بيته، وكذلك أشكره على هديته القيمة الكتابان، الأول بعنوان تعاليم الإسلام وسلوكيات المسلمين، والثاني بعنوان الصحابة وأدب الاختلاف. شاكرا له ولقرية جبجنين على هذا الكرم وحسن الاستقبال. حياكم الله، هذا حسين بن علي الصيفي من قناة حسين صيفي تي في، الرحالة والمؤرخ، داعيا لكم جميعا بالتوفيق، وكذلك أدعوكم لمشاركتي في هذه القناة التي تعنى بتاريخي وحضارة أهلنا في القرى اللبنانية ولا سيما البقاعية، وكذلك بتاريخ المسلمين في أمريكا اللاتينية. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.